بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرحمه الله: وإن قال كلما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقة الأولى اثنتين وفي الثانية ثلاثا. لازال المصنف رحمه الله يذكر مسائل في تعليق الطلاق بالطلاق، ومن ذلك قوله: وإن قال كلما طلقتك فأنت، يعني فأنت طالق، فطلقها تكون طلقتين اثنتين. فلو قال رجل لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، هذا الآن طلاق معلق. فإذا قال لها بعد ذلك أنت طالق، فهنا طلقة منجزة، ثم تتبعها بعد ذلك الطلقة المعلقة بالطلاق الثاني. لذلك قال: وإن قال كلما طلقتك، ثم بعد ذلك لما ذكر المسألة الثانية قال: فوجد، يعني طلقها، طلقت في الأولى يعني في المثال الأول الذي هو هذا طلقتين. فلما قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم الغد قال لها أنت طالق، هذه طلقة منجزة، ثم تتبعها الطلقة المعلقة التي في الأمس، فتكون طلقتين اثنتين، فتكون قد وقع عليها طلقتان اثنتان. ثم بعد ذلك ذكر صورة أخرى، وهي قوله: أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد، يعني قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، هنا يفيد التكرار. فلما قال لها أنت طالق تتبعها الطلقة المعلقة، ثم تتبعها الطلقة الثالثة المعلقة بالتعليق الأول، لأنه قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا وقع الطلاق تأتي طلقة، ثم وقع الطلاق تأتي طلقة، وهكذا. فيعني معنى كلامه كأنه يقول كلما وقع عليك طلاقي فالطلاق مستمر عليك حتى أموت وتموتي، لكن لما كانت ما تبين إلا بثلاث طلقات، إذا لم يطلق طلقة أولى أو ثانية نقول طلقت بالثانية، يعني في المثال الثاني ثلاثا. يعني لو قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طالق طالق طالق، تستمر طالق طالق، لأن قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا بانت بالثالثة نقول يتوقف هذا التكرار، لأن ما بعده لغو. فإذا قيل ما الفرق بينها وبين الصورة الأولى، نقول الصورة الأولى قال كلما طلقتك فأنت طالق، طلقة واحدة بعدها فقط، هذا المعنى. أما هنا كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، فلما قال لها أنت طالق تبعتها المعلقة، ثم يتبع المعلقة المعلقة، ويتبع المعلقة المعلقة، وهكذا في التسلسل. وقوله طلقت في الأولى اثنتين، يعني إذا لم يكن، إذا كان عليها باقي طلقتان أو ثلاث، أما إذا لم يبقى عليها سوى واحدة تقع طلقة ثم تبين. وفي المثال الثالث الثاني قال طلقت ثلاثا فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل، فإن وقع عليها طلاق من قبل، مثلا وقع عليها من قبل طلقتان، نقول تقع طلقة. وإذا كان
وقع عليها من قبل طلقة واحدة فقط نقول تقع طلقتين وهكذا. فمثال المصنف رحمه الله فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل، لذلك قال طلقت في الأولى اثنتين وفي الثانية ثلاثا، يعني إذا لم يسبق منه لها أي طلاق. نعم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من مسائل تعليق الطلاق بالطلاق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول لم يتضح الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى لما قال كلما طلقتك فأنت طالق، لو قال شخص لآخر كلما أضربك ضربة سأضربك ضربة، فضربة ضربة يتبعها بالثانية. والمثال الثاني كلما أوقعت عليك ضربة سأتبعها بضربة، فأوقع هذه الضربة تأتي الضربة الثانية، لما أوقعت الثانية تأتي الثالثة، لو ما الثالثة تأتي الرابعة وهكذا. فإذا قيل ما الفرق بينهما، نقل الأولى لم يقصد سوى طلقة واحدة بعد الطلقة الأولى، كلما طلقتك فأنت طالق وحده، فلما طلق طلقت لحقتها المعلقة. أما الثانية لا، مترادفة ما تنتهي. يقول قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ولم يطلقها بعد فكيف يرجع عن كلامه؟ إذا ما طلقها ما يقع عليه شيء. يعني لو قال شخص لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ولم يطلقها، يعني لم يتلفظ بالطلاق، ما يقع عليه شيء. يقول هل يستطيع الزواج منها بعد هذا الطلاق أم يستمر طلاقه لها؟ فبانت ثلاث طلقات مثل ما قال الله حتى تنكح زوجا غيره. يقول ليس كلما تتابع الطلاق في القسم الثاني، وأن هذا يدخل في الطلاق البدعي، لكن مثل ما قال المصنف فبدعة ويقع مثل ما سبق لكم. يقول في قولي كلما طلقتك فأنت طالق ليست كلما هن للتكرار، أيوة كرر كلما طلقتك فأنت طالق، فقال أنت طالق تكررت ثانية، وكلما وقعت عليك الطلاق تكررت، فلما تكررت حقتها الثانية وهكذا. وما هو الأفضل الوارد في السنة؟ هو صيام يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده وصيام شهر محرم كامل. الأفضل صوم يوم التاسع والعاشر، هذا الأفضل. أما الحادي عشر الحديث الوارد فيه ضعيف، فالأفضل تسعة وعشرة. ولم يرد صيام شهرا كاملا سوى شهر رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهو من أفضل الشهور بعد رمضان في الصيام، فالشخص يكثر من الصيام فيه إن استطاع، لكن لا يصوم جميع الشهر. وقال شيخ الإسلام كل ما ورد في شهر محرم غير الصيام لا يصح، يعني فلم يصح في شهر محرم سوى الصيام. يقول هل يجوز فسخ هذا اللفظ أو هذا التعليق؟ لا، ما يمكن أصلا. إذا علق ثم طلق لا يرجع.
يقول هناك فرق بين إذا طلقتك فأنت طالق وبين كلما طلقتك فأنت طالق. لا، كلاهما معلقا، يعني سواء قال زوجتي طلقتك فأنت طالق هذه معلقة ومنجزة إذا طلقها، وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق كذلك. فهل بمجرد قوله كلما وقعت عليك طلق ثم قال فأنت طالق تطلق، أما أنها لا تطلق إذا قالها مرة أخرى أنت طالق؟ إيه، ما تطلق إلا إذا نجز الطلاق. يقول إذا كان اللفظ طلقتك فأنت طالق ولفظ كلما طلقتك فأنت طالق عملهما واحد، فإن كان عملهما واحد فهل كلما لا تفيد التكرار هنا إلا تكررت؟ كلما طلقك طلق، مثلا اليوم طلق تلحقها الطلقة الثانية، غدا طلق تلحقها الطلقة الثالثة، والرابع ما تلحق لأنها بانت منه، وهكذا مترادفة، لأن إن وإذا جعلها هنا معلقة بالطلق. نعم نعم. ولمسلم إن شاء الله الأربعاء في درس، الخميس ما في درس، والجمعة في درس إن شاء الله.